صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: من قال علي الحرام إن فعلت كذا فهل يقع طلاقا؟ حسب ما ينوي، إن كان أراد بالحرام الطلاق يكون طلاقا، وإن أراد به الظهار يكون ظهارا، وإن لم يرد لا طلاقا ولا ظهارا يكون يمينا مكفرا. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، إلى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.